موت. عندك اخذ من كلام الاستاذ محمد، عندك اكثر من 10 لعيبه غايبين عن قوام الفريق الاساسي. من وجهه نظري المكسب المهم اللي هي انك ازاي تاخد النفس في الملعب، وانت حضرتك يعني كابتن يعني صحيح. النجم بتاعنا كبير، عوده اللعب بعد فتره 4 5 شهور مشكله كبيره جدا لاي مدرب. يعني الناس معتقده، الجمهور طبعا فاكر النادي الاهلي هينزل يكسر الدنيا ويلعب الكره، لا ماتش مساله ما يعني محتاجه وقت. وافضل حاجه انه مستواك لما يبدا تدريجيا تبص على الفرقه وشايفها واقفه في نص الملعب. شوف ديانج في كام لقطه كده عملهم امبارح، تحس انه ايه فايق يعني. بص لقطاته فتحه برجله وكورته، ويعني عمرو السليم امبارح شوف يعني دول من الحاجات دي. الاثنين لعيبه دول هم دول يطمنوك على الاهلي، يعني يطمنوك على نص الملعب، لانه المشكله الاساسيه يمكن الاهلي الفتره اللي فاتت كانت في نص الملعب. استعاده دول بالمستوى المطلوب هيديك تدريجيا مع المباريات لغايه ما توصل ان شاء الله مباراه الوداد، المباراه المهمه في دوري ابطال افريقيا، هيكون ان شاء الله عندك كمان. يعني انا بقول الحمد لله ان حمدي فتحي رجع، يعني حمدي فتحي حمدي من القوه الاساسيه، يعني قوه اساسيه، يعني قوه اساسيه ورجع سواء للنادي الاهلي او المنتخب. يعني يمكن حتى في اخر ماتشات مع المنتخب متالق واهداف وعامل شغل، لكن هي الاصابه دي قدريه وحاجات كده ايه، يعني اي حد انسان بيتعرض ليها يلاعب يتعرض بياخد منها التجربه. حمدي فتحي من العناصر الاساسيه، هيدي لك يديك دفعه قويه جدا في نص الملعب، لاعب يمتلك قدرات مميزه جدا، من العناصر الاساسيه اعتقد هيعتمد عليها ريني فايلر في المستقبل. ايضا انت عندك امبارح يعني كابتن حلمي معروف قدام الفرق الكبيره بيلعب بطريقه كان قافل بصوره كبيره جدا، لكن قدر النادي الاهلي يحل المشكله بالكوره العكسيه عن طريق يمكن الهدف اللي جه كان مباغت للكل. ايمن اشرف عمل كوره حلوه قوي، يعني دي يمكن دي اللي فتحت المباراه، وبدل انك انت كونك تكمل للدقيقه 95 وتجيب هدف، فده على انك انت يعني واقف على رجليك. ده النادي الاهلي يعني واقف على رجليك وبتدي اشاره انك انت برضو يعني مستمر بنفس عناصرك بنفس قوتك. البدايه كويسه جدا، البدايه مطمئنه زي ما انا قلنا قبل كده انه بدايه الدوري وعودته مهم جدا لصالح الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، وايضا للمنتخب اللي خلاص النهارده يمكن شفنا النهارده هيبدا بقى خلاص تصفيات كاس العالم. يبقى لما عندك الدوري راجع يبقى عندك فرصه مساحه انك تختار، وانا اعتقد ان اختيارات كابتن حسام بدري والروح اللي عند اللعيبه بعد فتره الغياب ده 4 شهور هتكون دافع كبير جدا في تغير شكل المنتخب ان شاء الله في